لما بتبقى معزوم على الفطار يا ترى بتوصل على الميعاد بالظبط ولا بتروح قبلها بشويه؟ ده سؤالنا النهارده، وخلينا نروح على طول لهاله نعرف منها اجابتها على السؤال، وكمان نتعرف معاها على حاجات كتير، مرور وطقس وحاجات كتير مختلفه على مدار الحلقه. هاله صباح الفل عليكي. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا عبد الصمد، ايه الاخبار؟ احنا تمام. قولي لي بقى، انت لما بتروحي عزومه بتوصلي على المغرب ولا قبل المغرب؟ عاده بحاول اوصل قبل المغرب كده ب10 دقائق، يعني على قد ما اقدر، بس يعني اساعد صحابي. مسكت العصايه من النص يعني، ولا احاول اساعد صحابي كده، لان بتبقى دربكه، بتبقى هي مثلا واقفه بتسخن في المطبخ ولسه في مشروبات وحاجات لازم صحيح. تطلع على الترابيزه، فما تبقاش حاسه انها لوحدها. فعاده احنا بنروح بنساعد بعض العشر دقائق اللي قبل الفطار، او العشر دقائق ربع ساعه اللي قبل الفطار. ولكأن العشر دقائق دول هيفرقوا يعني. هيفرقوا، لانه يعني بتحس انها مرتاحه يعني، اصلا ما تبقى رايحه جايه بتسخن حاجات وبتودي حاجات على الترابيزه وفي ناس بتدخل وبتاع، بتبقى صحيح. الدنيا دربكه شويه فعلا. ف يعني على الاقل على اي حال هي وجهات نظر يعني. هي وجهات نظر، بس خلينا انا اتعودت اعمل كده مع صحابي، بس يعني لدرجه ان انا كنت في السنين اللي فاتت متعوده اروح متاخر شويه يعني ساعات بعد كمان بعد الاذان، الاقي صحابي بيكلموني بياكدوا لا صحيح. انت فين؟ انت فين؟ كل شويه انت فين؟ طيب طمنينا على المرور بقى، بما ان يعني كتير من الساده المشاهدين دلوقتي بيستعدوا اللي هم ينزلوا للنزول. علشان الشغل، فقول لنا المرور. شكرا يا عبد الصمد. دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلونا نبدا جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي، مكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطه وغير مؤثره. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي هناك في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره وهتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. بتظهر بعض الكثافات المروريه اعلى الدائري في منطقه السلام بداخل النفق للقادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي. نفس الامر للمتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي للجيزه هنلاقي برضو في مناطق التجمع، وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بقى لشوارع الجيزه. في كثافات مرورية على محور 26 يوليو للي قادم من أكتوبر وبتستمر حتى ميدان لبنان. ناخد بالنا أن المتجه من المهندسين لأكتوبر في تحويلة مرورية بسبب أعمال توسيع المحور. ولو كملنا جولتنا في شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، وبعض الكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. وكمان ظهرت بعض الكثافات الأخرى بشارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. بتظهر برضو بعض الكثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، كثافات مرورية متحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. كمان ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. وخلونا نروح بقى دلوقتي لمحافظة أسيوط واللي هنبدأ فيها جولتنا من طريقنا منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات النسبية المتحركة. الكثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها، وقدام مستشفى الجامعة بنشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وهنلاقي إنها بتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية لطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، طريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية.
ونكمل جولتنا بقى مع بعض ونروح للإسماعيلية، تحديدا في ميدان أحمد بويلي. هناك بتظهر بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة، لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق واللي بيشهد هو الآخر سيولة مرورية كبيرة جدا. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة اللي هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ولو رحنا طريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي، هنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية وهناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة.